في خميس مشيط أذكر، وجيت عند الوالد وقلت له يبا أنا ما أبغى أدرس خلاص. ليش؟ ما ارتحت وزهقان من المنطقة وكذا. فالوالد قال لي خلاص أنا راحتك. ثانوية إيش هي كانت؟ كانت نسيت اسمها، لكن ما طول فيها، ما قعدت فيها إلا شهر تقريبا وطلعت. كان الوالد الله يرحمه عنده محل اللي يبيع الأدوات الكهربائية. فيوم قلت له خلاص إني ما عاد أبغى، قال راحت كلت. أنت الكبير يا شيخ عبد الرحمن. أنا الكبير. يوم صليت الفجر وقال يلا مشينا. قلت وين؟ قال يلا شغل. انا على بالي اني بغيب واقعد البيت. والله يكرفني كرف من الصبح الى الظهر، نرجع نتغدى ثم رجعني، هو ما يرجع يخلي السواق رجعني، واقعد هناك الى العشاء. عيفني يا حياتي. انا نشتغل بصراحه، يبغى التربيه الصح، يبغى يقول ما تبي كذا ولا راح ادرس؟ تدرس مخدوم، تجي هنا تشتغل. فجلسنا فترة حقيقة. أذكر هنا في هذه الفترة تذكرت شيء الحين، كنا في المحل اللي احنا فيه، كان ذيك الأيام أول مرة تكتشف الشكشوكة هذه. إيه. أنا أقول لك احنا ترى طلعنا على شيء جديد. فكانت الناس يجون عند واحد يمني في شارع الشارع العام في خمس مشيط عشان بس يأكلون الشكشوكة هذه. ما هم متصورين وش الشكشوكه هذا، وهي بيض وطماط وبصل، ما في شيء جديد، ياكل خلاص. فابدع فيها. فكنت يعني انا من الاشياء اللي تسليني شوي في العمل اني اروح اكل الشكشوكه هذه عندي قريب من المحل. فجلسنا في المحل واشتغلنا وتعبنا. في الاخير وصلنا الى اتفاقيه انه انا مع الوالد، اي سبب عدم جلوسي هنا هو اني ما ابغى المنطقه. طيب الان احنا لنا دراسه بدت من شهرين تقريبا ونص، وين نلقى لك الحين؟ وانا لو وديتك الرياض هناك انت وعيال عمك والله انت تشرون، انا لازم اشوفك مكان. المهم اتفقنا في الاخير انه يدخلني في الثانويه العسكريه في الخرج.